جلسة رمضانية، أجواء عائلية، نصايح من سانيتا بتميزك على طول. كل الطبخ منقى تيناسب الصحة، نصايح من سانيتا بتميزك على طول. خلال شهر رمضان بيستحسن لمرضى السكري انه يستشيروا طبيبهم كرمال يتاكدوا من الادويه اللي عم ياخدوها. اكيد من الاكل لازم ينتبهوا لشو عم ياكلوا، لازم يتجنبوا المقالي، الحلويات الغنيه بالسكر، يستبدلوها بالفواكه، بالنشويات، بحبوب القمح الكامله، بالحبوب. سانيتا راحه على طول.